من اللاعبين الأطول بالنسبة طبعا 29 رمية حرة ناجحة من أصل 45، وائل خلاهم 45 من أصل 47، وهذا محمد شاباز اللاعب الموكيدو من المسماتش، وحاليا الرياضي بيرتكب تورنوفر وستيل، ومحمد شاباز على الباسكت والمتابعة عن 278 مباراة بقميص من سلطة المروال. تذكر عند كيفن يأخذ كرة على الثري بوينت، أول ثري بوينت بشو بأكثر من نقطة أي انه يرجع وما ما يعطي ايزي باسكت، يعني اوبن شوت للفريق الفلبيني، وحاليا اوبن شوت ضاعت، وحاليا اثنين اوفنسيف تقدر تشوت عليه، تقدر تشوت عليه، تقدر ليه لا تقدر تتلاعب فيه او تعطي لاتير، تقدر تتشو ريباوند عرائجي برنس ممكن توصله من جديد. يا وائل، وائل راح اول ذا واي بكره معهوده، عاملهم الرعب تحت الباسكت، اذا سجل الرياضي ممكن يروح لتايم اوت، وهايت بيسجل ويحاول يزيد الكره عند بار فيلد للاعب اسمه شباز محمد. واو شو لعيب، واو شو من رائع، بدك تنتبه من التشار جوائل هايك عند اتير، اتير مبلش كتين. الكره دائما عند وائل، تقدر تربح فيها فاول حكم وباسكت ان، فاول وباسكت ان، ما بعرف شو عم بيفكر، لكن لازم يعكسها من سايد لسايد، صعب كثير. لا لا هي شوت كثير صعبه لكن بيسجلها عند شباز. ماجوك عنده 3 ريباوند، هايك عنده كمان 2، الكرة دائما عند علي منصور، هايك أتير دنك تحت الباسكت، بلش الرياضي الآن، علي منصور بيسرقها باسكت وخسارة ضاعت هالكرة، لكن المتابعة من أمير سعود، وأمير سعود بيسجل، يا سلام عليك. طب البطولة كرة عند دومينيك بثلاث مباريات، دومينيك حاليا بيرفع رصيده بالفاول عادي، يعني هالفاول اللاعب ولا فاول لأنه تعبان، لأنه تعبان، وحاليا نيك يونغ الفريق الفلبيني، هاي ثالث 3 بوينت سجلها، وحاليا اتير ماجوك على الباك بورد 31 19، 80 تحت الباسكت، تحت الباسكت، دفاع ممتاز، لكن والله الرياضي عم بوصل ثاني ل 14 نقطة، 33 نقطة على يو مga idol, bago tayo magpatuloy sa ating video ay may papakilala lang ako sa inyong isang sports betting app. Ito nga ay ang 1xBet. Meron dito PBA, NBA at iba pang sports and casino games. Napakadali lang mag-register mga idol, gamitin lamang ang ating promo code na BIGGAME at pwede tayong makatanggap ng up to 7,000 bonus sa ating first cash in pa lamang yan mga idol. Sa mga gusto mag-register ay ilalagay ko ang link sa comment section at sa description box below. Maraming salamat mga idol. آسيا للأندية لغاية هلأ النادي الرياضي تقدر تقول عنه من أهم بل أهم أربع أو سجلوا بس أربع يلعب الآليوب مع أي تي تحت الباسكت. نيك يونغ تاني 3 بوينت سلب الجيم كرة آن لازم تحصل الكرة، وائل عم بيدافع بقلب على نيك يونغ، فيري جود ديفنس لوائل عرائجي، ونيك يونغ صاحب بطولة الـ NBA بال 2018 بيسجل نقطة يدرس، لكن العبرة بالتسجيل. هايك فيد أواي جامبر و 2 بوينتس مع الهومنتمن، وان شاء الله يوما ما ليلى بيربحها نادي الحكمه كمان. لا نادي الرياضي لازم يدافع عشان ياخذ الفاست بريك بوينت، اذا اخذ الريباوند اتير لا حاليا موجود برنس بول فيك ما بيتردد، برنس مع الباك ما شاء الله، كره جامب شوت برضه موفقين وعم تاج الرياضي، رننج جيم دفاع ريباوند ورننج جيم خلاص راح يرجع يوسع الفارق من جديد، وهايك بالفينجر تاب بالمباراه. شوفوا اللاعب اللي بيعجبني اللي بيقاتل راح على البورد لانه عارف ممكن تضيع، وعمتها شوتها شو عم تستنى نادي الرياضي عم بتعاقد معك لتشوت هيك كرات، طبعا شوتها وبقوي وقوي قلبك طبعا طبعا. ثاني 3 بوينتس لدومينيك عم بيرفع رصيده لثمانية، محمد شباز على الباسكت لعيب يا رينالدو بالتمان، ثانية ربع نهائي الخاسر راح يروح واو 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 أمير اللي عم بيسترجع مستواه بهالبطولة بطريقة ممتازة ليثبت طبعا واحد من نقطة السبعة 45-41 3 بوينتس هيز اون فاير، وحاليا صار برصيده بالبطولة 62 نقطة اون فاير للبرنس، وحاليا الفريق الفلبيني نوصل دائما عند محمد شباز، ضاعت الريباوند لمين؟ لا التعب عليهم وراح نرجع نحكي عن التعب، لكن أمير تنتهي من أرواها عند تشاباز بول سكرين بيحاول يعمل درايف على الباسكت ياخذ جامب شوت الضايعه لا بتسجل، الرياضي برضه عم بيلعب زون ديفنس، الفريقين بزون ديفنس، كره عند تشاباز محمد واو كره تحت الباسكت بيتعرض للبلوك اي تي تحت الباسكت وبيسجل مع الباك بورد من كورنر لكورنر، لذلك دومينيك راح يعمل سوينج من جان كان اعطيتها الامير كان ممكن تكون رائعه لاتير ماجوك، لكن دومينيك جونز اليوم والله عمل شغل دفاعي ممتاز وحصل خمسه وائل اوف ذا قدر يبعد الفارق وبعد حتى عن اي خطوره، وان كان هنا سيدريك بياخذ الجامب شوت وما عليه ضاعت نسبة 60% الأمير تنزل لل 50%، وهنا سيدريك باتين بارفيل بحراسة أتير ماجوك، كرة عند رينالدو بالكمان تحت الباسكت 9 نقط برصيد سيدريك،
كرات ممكن يتقدم الان او فيها خطا هجومي. حكم بقول تمثيل. عموما لعيب لكن الرياضي محتاج لتايم اوت. كرة على الثري بنروح للتايم اوت. تايم اوت للرياضي وبوسع الفارق لخمسة. هذا مش اعلى فارق. اللعيب اللي بيسجل نقطته لاحسن شوطي وامير فيها فاول اعتقد. ما هو باسكت ان طبعا بيعملها. الا العفريت اللي امامنا روعه 22 نقطه وراح يكون اداء كبير. وحاليا في سلامات في اصابه لوائل عراج ان شاء الله بتكون مؤثره. عمل سكرين هنا. لا هنا صلى لما عمل فالتمان. والا دومينيك جونسون صار عند البرنس بيضرب على الثري بوينت. بالنسبه لامير سعود 100% على الرميات الحره 6 من 6 4 من 7 على الثري بوينت. وائل سرقها. شو تايم احلى دقائق النادي الرياضي في بطوله دبي. احلى من ستيل. وائل سلم نايس داش. ودومينيك جونسون دقيقتين ونص. شاباز محمد. محمد شاباز بيحاول فرق الديفنس الرياضي. ومحمد شاباز بيج جيم بتضيع على الارك. ترجع فلبينيه سريعه. جود ترانزيشن ديفنس لوائل لكن باك. لائل ما سلمها راح لكن كيك. واو بول موفمنت هايك ثري بول. تعادل بالربع الثالث. انا هيك شايف. انتم شايفين هل تنتهي تعادل؟ شباز راح على الباسكت. لا ما سجل التعادل. الفلبيني قدر يرجع وقدر يسكر الفارق وقدر يتقدم. وامير بخامس ثري بوينت حلو كثير. وامير كروس اوفر كنترول باسكت بول من عالم ثاني. انت شو بتعمل كثير 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 لاي لاعب بعده. عموما 31 نقطه وحاليا في باسكت عم باسكت وعنده رميه حره اضافيه. اوه يا امير ما شاء الله عليك شو بدك ايش اي تي دومينيك. صار الوقت لتسجل. صار الوقت لتسجل لانه الضغط عم بيكون عند على امير وبالتالي لازم فلبيني الفارق خمسه. المفروض ان كوتش الفريق الفلبيني كمان اذا او بيسجل حال لازم نروح على مستوى الاوفنس. الفريق الفلبيني بده يلعب النادي الرياضي بشكل سريع. واذا بيلعب بشكل سريع انسايد هاي الى امير 81 81 وثري فاي. الامير سعود بيشوفه بحر بيشوف كره عند اي تي. اي تي هذا وقتك طبعا طبعا. هذا البيج جايز 6 من 11 لامير على الثري بوينت. 6 ثري بوينتس لامير. امير اول دي 83 اول انت ربح الرياضي على بيروت بنهائي بطوله دبي 88 80 يوما ما. وحاليا واو امير سعود في كل مكان. امير سعود على الشوتات. امير واو شوف الرم بحر من وين ما بيشوت بيسجل اول دي. عمل ستيل لكن ترجع من جديد عند اندريد. اندريد 3 بوينتس حلوه كثير. بالنسبه للفريق التونسي بنقول له مبروك بنقول حظ اوفر للفريق الفلبيني. هنا فيها باسكت 91 الفريق الفلبيني بياخذ شوطي على ال 3 بوينت. واو جون عنده 36 ريباوند بيتركوا ورياته اليوم سبعه. وحاليا في سله ضايعه. وحاليا شباز عم 97 لكن هناك بوزيشن ضايعه. دومينيك جونسون بيروح ليعمل الدانك راح ليعمل الدهار. خساره كل ما يعمل دروب بيرجع اقوى. جمهور نحو الدور نصف نهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة. وامير سعود